اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في جوله جديده من خارج استوديو المواجهه. احنا فين؟ احنا موجودين دلوقتي في مصنع انتاج واصلاح المدرعات، مصنع 200 الحربي. حقيقه مصنع 200 الحربي بيعد من ابرز واهم القلاع الصناعات او الصناعه المصريه، والحقيقه هو الاهم مش بس في افريقيا ولكن كمان في الشرق الاوسط من حيث الصناعات العسكريه الثقيله، وطبعا الصناعات المدنيه الهامه جدا. مصنع هنا له باع وتاريخ طويل جدا في الصناعات العسكريه المتقدمه الحقيقه تكنولوجيا جدا، ده موضوع هام جدا. ولكن الحقيقه ان احنا النهارده من خلال المواجهه مهتمين بموضوع تاني، مهتمين بموضوع يمكن يخص المواطن بشكل اكبر وله شق هام جدا باستثمارات الدوله المصريه، صناعه وتوطين صناعه السيارات الكهربائيه والاتوبيسات الكهربائيه. دي صناعه جديده ابتدت تدخل مصر، وبنتكلم في توطين وبنتكلم في استثمارات بالمليارات، وبنتكلم عن انشاء مركز لصناعه هذه السيارات او السيارات الكهربائيه. الحقيقه خلال جوله النهارده هيكون عندنا جوله خاصه من داخل المصنع عن الاتوبيسات اللي ابتدت فعلا، نزل اتوبيس منها للنقل العام كشكل تجريبي. هنتكلم عن هذه الاتوبيسات واهميتها بالنسبه للمواطن، هذه السيارات ايه مزاياها، ايه يمكن اهميتها بالنسبه لينا كمواطنين. ده شق. في شق تاني له علاقه بالدوله، له علاقه بهذه الاستثمارات الضخمه، له علاقه بفكره ان احنا نكون مركز لصناعه هذه السيارات والاتوبيسات في المنطقه، توطين هذه الصناعه واهميه هذه الفكره. الجوله الاولى زي ما قلت لحضراتكم من داخل المصنع، الجوله الثانيه هناخد الخط الاتوبيس بدايه من موقف عبد المنعم رياض في وسط البلد لاخر الخط في القاهره الجديده عند الجامعه الامريكيه. كل هذا واكثر في المواجهه مشاهدينا الكرام، يلا بينا نبدا كده. مشاهدينا الكرام من داخل مصنع 200 الحرب، يخلوني ارحب بضيفي الكريم ست لواء مهندس رفيق رزق عبده رئيس مجلس اداره مصنع 200 حرب. ست لواء اهلا بحضرتك. اهلا. شكرا على هذه الاستضافه يا فندم. انا اللي متشكر على قناه سي بي سي انها تيجي تعرف الناس بمصنع 200 الحرب. يعني قبل ما نبتدي يا فندم، احنا طبعا واقفين وسط السيارات الكهربائيه والاتوبيسات الكهربائيه، ودي خطوط انتاج هامه جدا للدوله في هذا التوقيت. اتكلمنا اكتر يا فندم عن هذه القلعه الصناعيه الضخمه مش بس في مصر ولكن افريقيا وشرق الاوسط. الحقيقه مصنع 200 الحرب الحقيقه ببساطه جدا هو احد اهم قلاع الصناعات الثقيله في جمهوريه مصر العربيه وفي الشرق الاوسط. المصنع بقاله 25 سنه بينتج الدبابه الام 1A1 بالتعاون مع الحكومه الامريكيه، وفعلا انتج كل ما يلزم الجيش المصري من دبابات. المصنع بيتمتع بانه لديه من المعدات والماكينات اللي تخليه قادر على انه يصنع اي معده تقيله بامكانيات هائله، بالاضافه الى الامكانيات التكنولوجيه في المراقبه والامداد بالمعلومات ومراقبه المخزون. كل السيستم العالمي موجود متطبق هنا في المصنع. والمصنع طبعا انتج حاجات كتيره جدا، منها العربيات المدرعه، منها المقطورات لغايه 70 طن، منها العربيات الصغيرة بتاعت الشباب لمساعدة الشباب. والمصنع جاهز ان هو يقدم اي منتج للمجتمع المصري. شيء مبهر. احنا واقفين يا فندم دلوقتي وسط الاتوبيسات الكهربائيه والسيارات الكهربائيه، وده توجه جديد. وطبعا يعني احنا عارفين انه في اتوبيس نزل فعلا الخط التجريبي او بشكل تجريبي من محطه عبد المنعم رياض للتجمع الخامس. كلمنا اكثر يا فندم عن هذه الصناعه اللي الدوله دلوقتي شغاله ان يكون لها مكان اكبر من حيث التصنيع او حتى التجميع. الدوله بترى للمستقبل، رؤية الدولة بتبص على المستقبل ما بتبصش للنهاردة. المستقبل كله إن شاء الله هيبقى فيه السيارات الكهربائية. العصر بتاع البخار طلع وانقضى، وبعدين جه بعده عصر المحروقات الديزل والبنزين، وبعدين حاليا بينتقل العالم لعصر العربيات الكهرباء.
لذلك الدولة فيها لجنة اسمها لجنة توطين صناعة السيارات الكهربائية برئاسة السيد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، هو رئيس اللجنة وهو اللي بيشجعنا وهو اللي خد معنا القرارات الكثيرة جدا المتعلقة بإدخال الصناعة دي في مصر. الحقيقة احنا ابتدينا بالأوتوبيس اللي حضرتك شايفاه اللي هو أوتوبيس السيتي باص، وده ليه؟ لأنه هو الاستراتيجية بتاعت العربيات الكهرباء لها عائد اقتصادي وعائد على البيئة وعائد اجتماعي، فالعوائد دي كلها يعني بيبقى عظيمة جدا في الأوتوبيس اللي هو السيتي باص اللي هو داخل المدينة اللي هيستخدم أكتر في المواصلات العامة. فاحنا ابتدينا بيه وابتدينا من رؤية الاستراتيجية ان توطين صناعة السيارات في مصر وان احنا نبقى الليدرز في المنطقة في انتاج العربيات الكهربائية وتصديرها، ابتدينا ان احنا ناخد خطوات في اتجاه الصناعة. لو تسمح لي فندم قبل ما نتكلم اتجاه الصناعة، التوطين هنا احنا قصدين بيه يعني المجموعة اللي موجودة معانا دي مجموعة احنا مستوردينها ومن المفترض ان احنا نقوم بمجموعة اخرى من الداخل المصري، التوطين هنا احنا بنتكلم اكتر عن تجميع ولا تصنيع ولا جامع بين الاثنين؟ التوطين يعني هو بيشمل كل اللي حضرتك قلتيه. التوطين يعني ان انا صناعة محددة مش عندي، مش موجودة عندي خالص، وفي دول اخرى سبقتني فيها، ابدا اتعاون مع الدول الاخرى دي وفي نفس الوقت انا بنفسي بتعاون في ابحاثي او بعمل ابحاث بحيث ان انا اقدر اوصل في النهايه لاني اصنع العربيه دي او المعده دي لوحدي. ده مفهوم التوطين. فاحنا طبعا عشان نبدا عمليه التصنيع لازم نستورد كميه، الكميه دي اما تمشي في الشوارع مش هتبقى على طول يعني من اول خطوه نوصل للنهايه، انما هيظهر بعد مشاكل، هيظهر مطالب تطوير، هيظهر حاجات كتيره جدا. اللي هيظهر ده هيبدا يتطبق عندنا في الانتاج، لما نيجي ننتج بقى ننتج الحاجه اللي يعني تتلافى الملاحظات او المشاكل دي. فاستراتيجيه التوطين تبدا بان انا استورد جزء، الجزء ده اشغله جوه البلد يبتدي ينقل الناس، بعد كده ابدا اجيب اجزاء للتجميع بحيث اعرف الاجزاء واعرف يعني رسوماتها واعرف الماتيريال المستخدمه فيها وهكذا، واتنقل منها لاستخدام اللوكاليزيشن او المنتج المحلي. استخدام المنتج المحلي يبتدي يزود النسب بتاعته لغايه ما يوصل في النهايه الى محلي 100%، تصنيع محلي 100% بالتاكيد. عايز اسال حضرتك احنا مستوردين قد ايه تقريبا، وامتى ممكن نلاقي اول اتوبيس ينزل بتجميع بقى مصري يعني في داخل ايدي مصري؟ احنا مستوردين حاليا 50 اتوبيس، واول اتوبيس منهم اللي بتجربه هيئه النقل العام حاليا. الاتوبيس بيتحرك كل يوم من ميدان التحرير الى التجمع الخامس. نعم. والعوده. الاوتوبيس ده على فكره سعر التذكره بتاعته 10 جنيه. انا كنت اسال حضرتك طبعا عن سعر التذكره الحقيقه. لا الحقيقه ان سعر التذكره 10 جنيه، والسعر ده سعر مناسب جدا، ارخص من اي طريقه مواصلات تانية، واوتوبيس رائع في الاداء. انا شايفه بيأدي اداء هايل. احنا اكيد هندخل ناخد جوله داخل الاوتوبيس يا فندم، لانه هو مش بس كهربائي وده يمكن ليه يكون ليه علاقه بالبيئه وبالقياده اكثر، ولكنه هو اوتوبيس يعني اكيد الكاميرا هتجيب لحضراتكم زي اللي بنركبه بره كده لو نقدر نقول، من حيث المواصفات يعني متوفر بيه مكان لذوي الاحتياجات، ممكن ينزل لكبار السن خطوه في امرجنسي او اللي هي يعني زي ما بيقولوا بزرار لطوارئ، يعني كاميرات مكيف، يعني سعر التذكرة اعتقد الاوتوبيس ده فعلا هيبقى نقلة من النقلات الحضرية، لانه الاوتوبيس مزود بفعلا بمطلع خلاص لذوي الاحتياجات الخاصة، ومزود بزراير اجراز للطوارئ وللنزول، والاوتوبيس فيه حوالي 6 كاميرات وفي شاشة عرض وفي شاشة ديسبلاي للمحطات. اتوبيس فيه كل الامكانيات الحضاريه الحقيقه. عايز اسال حضرتك احنا تقريبا حاطين استثمارات قد ايه
لخطوط الأتوبيس. خلينا نتكلم قبل السيارات يعني، لأن إحنا لسه أعتقد إنه إحنا مهتمين دلوقتي أكتر بصناعة أو توطين صناعة الأتوبيسات زي ما الكهربائية طبعا. هو الحقيقة الدولة بتوفر كل الاستثمارات اللازمة لهذا الموضوع، لهذا هذه الصناعة. إحنا بنوفر كل حاجة حاليا. إحنا جايبين عشان نقيم المصنع اللي هنجمع فيه، جايبين حاجة اسمها الاير ستراكشر. الاير ستراكشر ده كان بيطبق زمان في الملاعب في المعارض. الاير ستراكشر ده عبارة عن قماش فابريك. الفابريك ده لما بيتنفخ بيعمل مكان تحته، مكان كبير هيتنشئ تحته المصنع. وده الحقيقة أول مرة في مصر بالحجم ده، طول 600 متر في عرض 62 متر، هيبقى مبنى عظيم جداً لإنتاج الأتوبيس. فالدولة موفرنا كل الإمكانيات الخاصة بالإنتاج الأتوبيس. في نفس الوقت وزارة الكهرباء مستعدة تماما لأنها توفر مصادر الكهرباء للشواحن اللي هتتركب في نهاية المحطات للأتوبيسات. لأننا بنستبدل الوقود طبعا بنحن نشحن سيارات كهربائية. بالتأكيد طبعا الأتوبيس هيحتاج شحن في نهاية الخطوط، لأنه يعني لازم يبقى نسبة الشحن وهو رايح وهو جاي ثابتة، ويفضل يعني يتحرك عدد رحلات أطول طول النهار، فلازم هيبقى في شواحن في نهاية الخطوط. بما أننا عندنا خطة للتوطين يا فندم، هل في طموح للتصدير؟ التصدير ده يعني هدف رئيسي لنا، ولكن احنا طبعا الهدف الاول يعني مش بناخد الموضوع الا على مراحل. المرحلة الاولى ان احنا نبدأ نصنع ونشجع الناس على استخدام المنتج. المرحلة الثانية تعميق التصنيع المحلي وامتلاك التكنولوجيا بتاعت التصنيع 100%. في المرحلتين دول يعني احنا نسد على احتياجات السوق المحلي، لان احنا عندنا سوق محلي كبير جدا طبعاً. فالاحتياجات هتبقى كبيرة برضه. فلما نخلص السوق المحلي ان شاء الله هيبقى عندنا التصدير. واحنا طبعا من ضمن اهداف الاستراتيجية ان احنا نبقى الليدرز في المنطقة، احنا اللي نمتلك قدرات على التصدير في المنطقة. حقيقة كان في تصريحات للسيسي عديدة أو رئيس طبعا السيسي عديدة فيما يتعلق بتوطين الصناعات تحديدا فيما يتعلق بالسيارات، في اهتمام من الدولة، في اهتمام بجذب شركات عالمية للعمل في مصر، طبعا شركات سيارات عالمية. والحقيقة أنه كان في أكثر من تصريح سابق لحتى مسؤولين، يا ست اللي هو عايز حضرتك تفهمني النقطة دي، أنه احنا ما نجحناش بشكل كبير في جذب استثمارات لشركات عالمية في مصر. هل خطتنا الجديدة بأن احنا ننزل السوق المصري بهذه الأتوبيسات كخطوة أولى، في خطوة تانية طبعا السيارات، ممكن يدينا دفع للأمام؟ لأنه طبعا في دول إقليميا سبقتنا في ده يعني. الحقيقة أن سيادة الرئيس بيتابع بنفسه موضوع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وبيتابع إجراءات اللجنة. واحنا طبعا عندنا يعني كل البدائل لجذب الاستثمارات. المناخ المصري والاقتصاد المصري والتحسن اللي فيه ده مناخ ملائم جدا لاي استثمار، والدليل على كده ان احنا في شركات عالمية مشاركانا في الموضوع. نعم. ولكن الشركات بتبص للامكانيات المتاحة وتبتدي هتستفيد منها ايه، لانه ما فيش حد بيستثمر الا عشان يكسب. فبالتالي هو بيستثمر في منطقة يكسب منها، أو هو عارف كويس جدا إن هو ده المستقبل، وإن هو ده المنتج اللي هيقدر يتباع منه كتير في المنطقة. هل الخطة الموضوعة يا فندم إن إحنا نستبدل على سبيل المثال كخطوة أولى كل الأتوبيسات اللي بالوقود، ونشتغل بأتوبيسات الكهرباء أو السيارات كذلك؟ يعني هل دي خطة ولا إحنا ماشيين بالتوازي بالنوعين؟ إحنا ماشيين بالتوازي في نوعين، نوع الكهرباء والنوع الغاز. إحنا أول أتوبيس غاز عملنا له تحويل، وهو حاليا في هيئة النقل العام، هيبدأ التجارب في وقت قريب جدا. الجزئية الثانية اللي هو استخدام الأتوبيسات الكهرباء بدل الأتوبيسات القديمة المتهالكة، خطة الإحلال والتجديد العادية في الاستخدام ده. الحقيقة هيحل مشاكل بيئية كتيرة جدا. احنا طبعا لو انت هنا في القاهرة وبتبصي بالليل بتلاقي يعني احيانا سحابة سودة نتيجة العوادم، والعوادم دي اخطر ما فيها حاجة اسمها المونوكسايد، دي اللي بتأثر على الانسان. فالاوتوبيس الكهرباء يعني صفر في الانبعاثات.
فده حاجة هتبقى مؤثرة جدا في المجتمع من الناحية البيئية أو طبعا. مكسب كبير جدا في الناحية يعني البيئية حقيقة. آه طبعا. خليني أسأل حضرتك يا فندم، هل في خطوات بقى للسيارات؟ في خطوات طبعا اتخذت للسيارات، وحاليا يعني ابتدينا فيها، إنما إحنا هنا في مصنع 200 خطتنا تبدأ بالسيتي باص اللي هو قدامنا ده، اللي هنقدر ندخله جوه البلد يمشي جوه البلد. والخطوة التانية هي الميني باص اللي هي يمكن من شهر 11/2020 السنة دي مع بدء الانتاج نبتدي ندخل الميني باص. هو الميني باص يبقى قطاع عام ولا خاص يا فندم؟ الميني باص يبقى قطاع عام وقطاع خاص. ما فيهوش تقريبا العربيات قد ايه؟ اغلى من العاديه يعني فاهم ولا عادي؟ هو الحقيقه انه مقارنه في سعر الشراء لازم يطلع الكهرباء اغلى من العادي. ليه؟ العادي ده شغال من سنه كام؟ ده شغال من الاربعينات. نعم. فبالتالي لو انت اشتريتي عربيه في زمان بقى، ايام ما كانت العربيه ال 128 ب 2000 جنيه كانت ال 2000 جنيه دول يساوي كام النهارده؟ نعم. فلا، الكهرباء فعلا لازم يبقى اغلى من الغاز، وده حاجه معروفه كده. ولكن مقارنه بالاستخدام والصيانه على المدى الطويل، الكهرباء ارخص من الديزل وارخص من البنزين، لانك ما بتدفعيش محروقات، وانت عارفه المحروقات اللي هي الديزل والبنزين دي بالعمله الصعبه. نعم. فبالتالي انت بتستهلكي عمله صعبه كتيره جدا فيها. الحاجة التانية، أنت كمستخدم ما بتدفعش تمن البنزين ولا تمن الديزل. في نفس الوقت سعر شحن الكهرباء أرخص من المحروقات. تضيفي عليها بقى تكاليف الصيانة. يعتبر الأوتوبيس الصيانة بتاعته قليلة جدا. فعلا يا فندم، يمكن بعض المختصين ذكروا انه العربيات الكهرباء او الأوتوبيسات الكهرباء صيانتها مختلفة تماما عن العربيات العادية، يعني اقل بكثير. العربية سهلة جدا في الاستخدام، والصيانة ما تعتبر ما فيهاش صيانة، حاجة يعني مختلفة تماما عن عصر الديزل والبنزين. عايز اسأل حضرتك نقطة أخيرة، يمكن إحنا الدولة المصرية مؤخرا بقت بتشتغل على كل حاجة، وبنطمح إن إحنا نكون مركز إقليمي، مركز إقليمي للغاز، مركز إقليمي لصناعة معينة. إحنا نتكلم إن في بعض التصريحات أيضا للرئيس السيسي إن إحنا بنطمح نكون مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية، هل ده ممكن يا فندم؟ وإمتى ممكن نحققه؟ بالتأكيد هيتم، بالتأكيد هيتم. احنا ان شاء الله خطتنا ان احنا في سنة 2023 نكون وصلنا لامكانيات تصنيع الاوتوبيس الكهرباء والميكروباص الكهرباء 100%، وبالتأكيد هنبقى مركز اقليمي. مفيش دولة في المنطقة حوالينا عندها نفس الامكانيات والقدرات اللي عندنا. احنا عندنا قدرات اعلى مما اي حد يتخيل، واعلى حتى من بعض الناس اللي بنتعاون معهم. انما الامكانيات والقدرات دي ظهرت دلوقتي لأن الدولة بتشجع هذا المجال وبتدفعه من كل الاتجاهات. امتى يا فندم ممكن نلاقي الأوتوبيسات متاحة بشكل أكبر؟ احنا عارفين في أوتوبيس دلوقتي، امتى ممكن نلاقي الأوتوبيسات متاحة بشكل أكبر بهذا التطور والسعر 10 جنيه تذكرة؟ التذكرة 10 جنيه أيوة. الأوتوبيسات موجودة من دلوقتي، هو بس إجراءات ورقية، ومجرد ما الجهات الحكومية اللي هتشتري الأوتوبيسات تاخد قرارها. هو فعلا احنا بتشجيع سيادة الوزير المصانع الحربية خدت قرارها خلاص وابتدت في عملية الشراء، وبقية الجهات الحكومية الأخرى لمجرد ما تاخد قرار الأوتوبيسات متاح. الخمسين أوتوبيس دول متاحين. الانتاج ان شاء الله يبدأ من شهر 11/2020. هننزل بكم أوتوبيس تقريبا يا فندم؟ أنا النهارده عندي 50 أوتوبيس. ومن شهر 11؟ لا، من شهر 11 هبدأ إنتاج. الإنتاج ده يعني المعدل بتاعه هيبقى حوالي 500 معدة في السنة. عايزة أتحول على السيارات. حضراتكم أنا يعني شايفة، وأكيد الكاميرا هتجيب معانا، بدأنا بالسيارات من طراز أصغر اللي ممكن ندفع أكثر منتجعات، أو يعني مش للطرق العامة. ليه فندم كانت هذه البداية؟ لا، هما الاتنين موجودين، حتى العربيات بتاعت الطرق العامة. العربيات الصغيرة دي لها خطة لوحدها، وابتدت فعلا الإجراءات اللي بتاخدها وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون طبعا مع الوزارات المعنية في إنتاج السيارات الملاك دي بدأت. إنما العربيات الصغيرة دي هي برضو
عينات لتشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من العربيات. زي ما حضرتك شايفة دي عربية صغيرة جدا تنفع جوه التجمعات زي القاهرة الجديدة، يعني في مناطق يعني صغيرة، بعض القرى المنتجعات يعني هي محتاجة، والمنتجعات والمدن السياحية هتعمل فرق كبير جدا في المناطق دي. كصوت مفيش صوت، كتلوث مفيش تلوث، كمنتج او عربية حضرية، دي عربية حضرية. يعني العربية الصغيرة دي فيها تكييف، العربية الصغيرة دي بتتشحن 220 فولت، يعني بتتشحن من فيشة البيت، مش محتاجة اي حاجة. العربية بتمشي 120 كيلو بدون اعادة شحن، السرعة بتاعتها مناسبة جدا للأماكن الصغيرة. فعربية ممتازة جدا، بس طبعا دي عينات لبدء تشجيع المواطنين على استخدامها. والعربيات بقى الكبيرة يا فندم هنستوردها في الأول، يعني هنمشي باستراتيجية الأوتوبيسات وبعدين نوطن هذه الصناعة، ولا خطة حضرتك؟ الحقيقة هي العربيات دي لها خطة بتتحط دلوقتي حاليا. نعم. ابتدت الإجراءات بتاعتها، ابتدى يجي العينات، يعني لسه الخطة في مجال الصياغة حاليا. أنا بشكر حضرتك مرة تانية يا سيادة اللواء وعلى هذه الاستضافة، وأكيد هيكون لينا جولة داخل العربيات وجولة خاصة من موقف عبد المنعم رياض لغاية التجمع في الأوتوبيس الجديد. أنا اللي بشكرك على أنك بتقدمي للناس هذه النقلة الحضارية وهذا المنتج الحضاري. شكرا يا فندم. شكرا سيادة اللواء. لسه مكملين مشاهدينا من مصنع متين الحربي، وفي هذه الجولة مع الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات الكهربائية. باشمهندس مرحب بحضرتك. مهندس خالد محمد الشحات، مدير عام بقطاع الانتاج الرئيسي. اهلا بيك يا باشمهندس. حضرتك يا باشمهندس كنت من المجموعه اللي راحت الصين اتدربت على الاوتوبيسات الجديده. تمام. لو حد حابب يفهم ايه الفرق بين الاوتوبيس اللي بيشتغل بالكهرباء والاوتوبيس العادي اللي احنا متعودين عليه اللي بالوقود او بالغاز، ايه الفرق يا فندم ودربتم على ايه هناك؟ تمام. هو حضرتك الاوتوبيسات الكهربائيه طبعا عارفين اللي هي احد الاوتوبيسات اللي هي صديقه للبيئه، طبعا ما فيهاش عادم، ما فيش غازات احتراق وكده، فبتشتغل بطارات كهربائية. التكلفة بتاعتها كلها في سعرها، أما بعد كده الصيانة ضعيفة جدا جدا بالنسبة لصيانة الاوتوبيسات. صيانتها بقى كل قد إيه زي العربيات العادية؟ لا ده بسيطة جدا، كل فترة كبيرة، يعني أقل بكتير من الاوتوبيسات البنزين أو الديزل. تكلفتها بسيطة جدا في الصيانة، فيها إمكانات عالية جدا اللي هي 32 راكب كرسي، في بتوصل في الكراسي في العدد الركاب ل 80 راكب. فيها الناس القاعده والواقف. القاعده والواقف حضرتك. فيها طبعا تكييف، فيها اماكن لذوي الاحتياجات الخاصه، وفي ميزه كمان اللي عندي رامب، الاوتوبيس الاوتوبيس بيميل بزاويه بحيث لو في الراكب طلع على كرسي او حاجه يطلع عادي سهل. في اماكن المعوقين، في 6 كاميرات مراقبه بحيث السؤال لو في اي حاجه اي مشكله. يعني ايه بقى بيشتغل بالكهرباء يا فندم؟ يعني ايه بيتشحن ويمشي بعد كده كهرباء؟ بص حضرتك احنا في بالنسبه للاوتوبيسات لها محطات شحن موجود، حضرتك هتصوري دلوقتي. بيشحن نص ساعه ويمشي 200 كيلو. 200 كيلو ده اللي هو من فين لفين تقريبا؟ يعني 200 كيلو يعني من هو الخط بهر. دلوقتي اللي من وسط البلد للتجمع عند الجامعه الامريكيه تحديدا 36 كيلو تقريبا. تمام. ده مشوار. تمام. في محطات في النص. تمام. فبنتكلم 200 كيلو انه ممكن يعمل كذا رحله يعني. كام رحله؟ 200 كيلو بالظبط، 200 كيلو، وبعد كده يشحن نص ساعه وبيكمل مساره عادي. فدي ميزه فيه متوفره، مش متوفره في الاوتوبيسات. طب احنا معانا العربيه، لو تسمح لي باشمهندس جربها مع حضرتك. طب من جوه. طب لانه الحقيقه العربيه بس هي دي العربيات الصغيره، يعني دي للمنتجعات اكتر يا باشمهندس. طبعا. للكره السياحيه. المستشفيات الكبيره، الاماكن اللي هي، لاني طبعا هي سرعتها بتوصل ل 40 كيلومتر على الساعه، بتمشي بطول بالشحن بتاعها ل 120 كيلومتر، بتشحن الكهرباء العاديه، الفيشه العاديه 220 فولت. الفيشه العاديه في البيت، في اي فيشه عاديه متوفره في كل الاماكن. 220 فولت.
حوالي 6 ساعات تمشي 120 كيلو. انا بس خليني اقول لحضراتكم انه العربيه انا شغلتها بالتصوير هي ما بتعملش اي نوع من اي صوت لدرجه ان انا شكيت ان هي شغاله، ما فيش يعني اي ضوضاء ولا اي صديقه للبيئه فعلا يعني. هي كده اشتغلت تمام يعني، احنا مش سامعين اي صوت، ما فيش لاش اي صوت خالص. برضو مساله الصيانه بالعربيات زي الاوتوبيسات بسيطه جدا يعني تكاد تكون من عدم، هو في مش هنقدر نقول مش موجوده، بس من عدم قليله جدا بالنسبه للحركات البنزين والديزل، كفيش يعني ما تقارنش يعني. برضو تكييف و فيها تكييف شاشه زاز كهربي 220 فولت، شحن 220 فولت، اربعه راكب زي ما حضرتك شايف اهوت. مش اربعه قوي يعني، مش مهندس. لا اربعه يا فندم موجوده اهي. موجوده اثنين ورا واثنين قدام بس دي اربعه راكب فعلا. في وفي ثلاثه راكب وفي عربيات اطفاء وفي عربيه وفي مكنسه نفس ده كله ممكن بقى لاستخدام القرى او المنتجعات تمام او الصغيره قوي او المستشفيات الكبيره. المستشفيات الكبيره انا نقل المرضى وكده. انا بشكر حضرتك يا فندم، بس خليني اسالك قبل ما اشكرك، عمر العربيه قد ايه او عمر الاوتوبيس قد ايه؟ لا هو يعني حضرتك زي العادي يعني. زي العادي تمام زي يعني الناس اللي بالوقود. تمام هي بتقف على الاستعمال بس هي طبعا مدتها طويله ما فيش اي هلاك لها. يعني اطول كمان من مدتها اطول من الاوتوبيس العادي لو قارناها بالاوتوبيس العادي او العربيه العاديه. وتكييف وكل حاجه تمام الحقيقة. كل حاجه موجوده تمام. بشكرك يا باشمهندس. شكرا لك. شكرا يا فندم. انتهى جولتنا من داخل مصنع 200 الحربي، ويمكن ألقينا نظرة على السيارات اللي بتعمل بالكهرباء والأوتوبيسات الكهربائية. هنروح دلوقتي موقف عبد المنعم رياض من وسط البلد ناخد الأوتوبيس من أول الخط لغاية آخر الخط في القاهرة الجديدة تحديدا عند الجامعة الأمريكية، نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الأوتوبيس الكهربائي ويمكن مدى الإقبال عنه ومحطاته ومواعيده. خليكم معي. لسه مكملين مشاهدينا الكرام في اطار الحلقه دي من ما يتعلق بالسيارات الكهربائيه، ولكن الحقيقه ان احنا في الاوتوبيس الكهربائي. يمكن قرينا عنه كتير وابتدينا باوتوبيس واحد خط واحد في مصر من موقف عبد المنعم رياض في وسط البلد للقاهره الجديده تحديدا عند الجامعه الامريكيه. من الواضح انه مختلف الكثير من المميزات، كاميرات في كل حته، مكيف امرجنسي او مخارج طوارئ، الاوتوبيس مجهز لذوي الاحتياجات الخاصه. يمكن اللي بيسافر بره يمكن ده قلته خلال الحلقه هيلاقي انه في ده المستوى اللي بنشوفه بره. سعر التذكره الحقيقه وانا جايه كنت متخيله انه يبقى اغلى من كده بكتير، يمكن احنا قرينا ده، ولكن سعر التذكره 10 جنيه يعني فرق 2 3 جنيه عن نفس المشوار باوتوبيس نقل عام عادي مش مجهز او مش كهربائي. ويمكن اللي بيركب المشوار ده عارف انه الفرق ممكن يكون اكبر في المواصلات. خلونا نعرف اكتر من جوه الاوتوبيس الكهربائي اكتر عن المميزات، شكل الاوتوبيس، الخط من فين لفين، امتى هيتم تعميمه خلال حلقه النهارده. مشاهدين كرام من داخل الاوتوبيس الكهربائي خلونا نعرف تفاصيل اكتر عنه، ايه مميزاته، فارق في ايه بالنسبه لمواصلات النقل العام. خلوني ارحب بضيفي الكريم المهندس محمد الشحات. مشمهندس اهلا بحضرتك معانا ونشكركم على الضيافه الحلوه في الاوتوبيس. خليني اسال حضرتك ايه مميزات الاوتوبيس الكهربائي، فارق في ايه؟ هو طبعا يختلف عن الاوتوبيس اللي بيعمل بالسولر او الديزل في انه صديق للبيئه، مش ملوث للهواء و مش ملوث سمعي، مفيش ضوضاء. غير كده كمان هو مريح للراكب، الراكب ما بيحسش بالفايبريشن بتاعه الموتور اللي في الاتوبيس الثاني، فكانه راكب حاجه طايره لو ما بيحسش الا بالمطبات اللي في الطريق فقط. الحقيقه ان الاتوبيس باين يا فندم مختلف، لسه جديد ونظيف وحلو ومكيف وفي كاميرات قدام. حابه اسال حضرتك فعلا عن الفاسيلتيز او الحاجات هنا اللي في الاوتوبيس، في سماعات يعني حديث جدا؟ لا هو يعني الاوتوبيس طبعا مزود بست كاميرات، اربعه داخل بيغطي الاوتوبيس في كل نقطه من الداخل،
وفي اتنين كاميرا للخلف وكاميرا لقدام. مزايا الكاميرات ديت اللي هي مراقبة لكل شيء، ونقدر نرجع لهم ونفرغ الكاميرات لمدة سابقة وقت حدوث أي مشكلة. يعني الله ما يقدر لو حصل حادثة، الكاميرا اللي قدام بتبين ظروف الطريق وقت الحادثة. في إمكانية كمان إنه أقدر أجيب آخر 15 فرملة كانت السرعة كام والتوقيت اللي استخدمهم السواق ده، بقدر اطلع برنت واقدر اجيبها من على السوفت وير. زي ما فهمت من حضرتك ان احنا دلوقتي في اتوبيس واحد في الخدمه، اتوبيس كهربائي واحد في الخدمه في محافظه القاهره، اللي هو من عبد المنعم رياض، محط موقف عبد المنعم رياض للقاهره الجديده، التجمع الخامس. للتجمع الخامس. ايه اللي بيحصل يا فندم؟ هل في خطه ان احنا بقى نزود اعداد الاتوبيسات؟ هو احنا فعلا دلوقتي وصلنا لانه احنا جبنا 50 اتوبيس، ده واحد منهم من الصين. من الصين، ده هيئة النقل العام واخداها كتجربة، هي كعميل هتشتري، المفروض ان هي هتشتري الاتوبيس، فواخداها تجربه وتقيمه وتشوف بعض الملاحظات اللي عليه ونحاول نعالجها. والحمد لله اللي عندي دلوقتي مفيش اي ملاحظة، احنا بقالنا دلوقتي 45 يوم في التجربة، مفيش اي ملاحظة ولا في اي عطل ولا في اي مشكلة في الاتوبيس. هو عدد الاتوبيسات المستهدفة ان هي توصل لكام؟ هو طبعا احنا بنعمل جايبين الخمسين دولت في البداية، بعد كده احنا شغالين دلوقتي في انشاء خط الانتاج في مصنع ميتين الحربي التابع للهيئة القومية للانتاج الحربي، اللي هو مستهدف منه انتاج 2000 اتوبيس لهيئة النقل العام يغطوا القاهرة بواقع 500 اتوبيس في السنة. على 4 سنوات ننتج ال 2000 اتوبيس. 500 في السنة. نقطة مهمة الحقيقة في المواصلات في مصر، مسألة الصيانة. يعني اللي بيدوب عمر المواصلات في مصر، مش عارف يا فندم هل له علاقة ان احنا ما عندناش صيانة دورية، بس احنا حابين نحافظ على 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 اتوبيسات بالشكل ده، مواصلات بالشكل ده. ايه الخطة في مسألة الصيانة؟ ده هي دي من المزايا، ان في الاتوبيس ما فيش اصلا محرك ولا في استخدام بنزين او سولر او اي وقود. الصيانة تعتبر مفيش، لان هي بطاريات ليثيوم وبتشغل الموتور اللي بيحرك الاوتوبيس، فمفيش صيانة، ودي بتوفر معانا كمان من ضمن المزايا بتاعت الاوتوبيس. مفيش صيانة. انه الصيانة طب عمره قد ايه فندم؟ لا، هو بيتقدر بعمر البطارية، البطارية بحوالي 7000 شحنة. لو احنا قسناهم، لو الاوتوبيس بيشحن في اليوم مرتين، المره بيعمل فيها 200 كيلو، بيمشي 200 كيلو، لو احنا قلنا بيشحن مرتين في اليوم، هتلاقي ان البطاريه عمرها حوالي 15 سنه. 15 سنه. طب خليني اسال حضرتك، التذكره مش رخيصه اعتقد. التذكره هنا ب 10 جنيه فعلا. ب 10 جنيه. امال ايه اللي ب 25 و 18؟ لا، ده هي شركه اخرى منزله اتوبيس فمنزلها ب 25. لكن هنا التذكره، احنا هنا التذكره 10 جنيه، واللي هو زيه نفس المشوار سولار ب 7 جنيه. مش فرق كبير، والناس مبسوطه وكويس جدا. في اي تعاملات للطلبه زي بره، انه الطلبه بيبقى ارخص لما يدخل الخدمه بشكل كامل ومع هيئه النقل العام؟ هي بتعمل بس كاش يا فندم، مش بقى من خلال كارت او حاجه؟ لا، هو ده اوبشن، لو هيئه النقل العام طلبته بنجيبه. ده اوبشن تفاصيل. بيركب الجهاز اللي هو بيبقى تستخدم الابلكيشن او الكارت. بنتكلم تقريبا 44 كرسي؟ لا، هنا 32 كرسي. وفي مكان اللي احنا قاعدين فيه ده مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا مفيش حد ذوي احتياجات طبعا، فاحنا قاعدين قليل. احنا قاعدين فيه احنا لكن هو بيبقى الحقيقة انه فعلا الاتوبيس برضو مجهز لاستقبال ذوي الاحتياجات بشكل سهل، البوابة بتفتح ليهم مطلع، يعني غير ان البوابة بتفتح الاتوبيس على قرب، وفي امكانيات بيوطى وبينزل وبيعلى حتى كبار السن. طب احنا الخط بيبتدي من موقف عبد المنعم رياض، من موقف عبد المنعم رياض عندنا 4 محطات، مرور مرورا برمسيس، العباسية، للتجمع الخامس. يمكن باشمهندس كنت سألت حضرتك عن شكل صيانة الأتوبيسات، وإنه ده يمكن اللي بيهم بقى المواطن في فكرة المواصلات، لأنه على المدى البعيد ده اللي بيفرق. خليني أسأل حضرتك، بما إن الأتوبيس بالكهرباء، فكرة الشحن بقى بتتم إزاي؟ هل فارق إنه الخط يكون في بدايته أو نهايته محطات شحن؟ تشتغلوا إزاي دلوقتي يا فندم؟ هو الأتوبيس بالنسبة للإستهلاك بتاعه، وإنه هو المفروض يشحن مدة من نص ساعة لساعة، بيشحن يوصل 100% شحن.
هو زي التليفون، حتى قدام السائق بيبقى قدامه في التابلو نسبة الشحن كام، بيوصل 100%. دي بتستغرق لو هو كان فاضي لعند 20% بياخد نص ساعة أو 40 دقيقة، نفترض لعند ساعة بيشحن، بيمشي بيهم 200 كيلو وبيجدد شحنه تاني. احنا جايبين مع الأوتوبيسات محطات شحن، المحطات دي بتتوزع في المناطق وفقا للخطوط اللي هتعمل عليها، على انه الأوتوبيس دايما في اي مكان يوصل له يقدر الشحن بتاعه ينزل فيقدر يشحن. دلوقتي المحطات موجودة فين؟ يعني المحطة اللي احنا اللي بالأوتوبيس الحالي من موقف عبد المنعم رياض وسط البلد للجامعة الأمريكية. هو نظرا لانه ده أوتوبيس تجربة، فهيئة النقل العام حطينا المحطة الشحن في الجراج عندهم في مدينة نصر في الحي السابع. واحنا جايبين محطة كمان متنقلة على العربية، بنوقفها في التجمع لو احتاج يشحن في التجمع بيشحن لنا. 200 كيلو ده يا فندم، يعني عشان بس نتصور مع حضرتك، يعني خليني اقول انه من وسط البلد للجامعة الامريكية ده حاجة و30 كيلو. هو المشوار ده من عمنعم رياض للتجمع 36 كيلو، 36 كيلو جاي و 36 كيلو رايح. فيبقى 72 كيلو. فالاوتوبيس على اي حالة تقريبا شغال؟ يقدر يعمل تقريبا 3 مشاوير رايح جاي. لو في محطة الشحن بتبقى في اخر الخط او في نهاية الخط. الحقيقة بعد يمكن كنت بقول في البداية فندم انه بعض تفاصيل الاوتوبيس للناس اللي بتركب يعني مواصلات برا، الحقيقة احنا وصلنا لهذه المرحلة خلاص. الحمد لله. مزايا ايه يا فندم غير انه؟ لا هو في مزايا طبعا، هو التكييف، في تكييف قوي جدا، في المجهز للواي فاي، لو هيئة النقل العام عايزة تضيف الواي فاي مجهز لكده، في إمكانية إنه ذوي الاحتياجات الخاصة زي ما قلنا بينزل ويعلى، والكاميرات بتغطي كل نقطة، في شاشة ورا السواق دي ممكن تشغل فيديو أو أفلام أو دعاية، هي المفروض دعاية بتتأجر للشركات إعلانات. خليني أسأل حضرتك، إمتى إحنا في انتظار إنه تجربة أو ينزل أوتوبيسات تانية السوق؟ هما 50 أوتوبيس اللي احنا جايبينهم جاهزين، لان احنا نديهم لهيئة النقل العام لو طلبهم. لا بعد نجاح التجربة دي المفروض ان هم ياخدوهم ونبدأ في خط الانتاج يشتغل. تقييم حضرتك ايه نسبة الاقبال؟ لان انا شايفة الحقيقة انه ممكن يكون الاوتوبيس لسه ما تعرفش قوي، بس في يعني الكراسي كلها لا هو نظرا لان هو ده اوتوبيس واحد وملهوش مواعيد ثابتة، وهو داخل بين الاوتوبيسات لسه الناس ما تعرفتش عليه، لكن اللي بيعرفوا بيستناه. يعني انا هنا احنا التجربه في ناس مرافقه للتجربه طول اليوم من الانتاج الحربي، وانا رافقته في بعض الاوقات كتير، بلاقي نفس الناس اللي بيركبوا عرفوه، اللي بيعرفوا لانه بيحس بالراحه وهو راكبه. يعني بعد ما يعمل المشوار بتاعه وينزل يحس انه ما كانش راكب، ما فيش الرجه او الارتجاج اللي هو في الاوتوبيس اللي فيه المحرك العادي. صحيح. فينزل يحس انه هو مرتاح، ما كانش راكب حاجه. بشكرك يا باشمهندس، وشكرا على الاستضافه في الرحله الدور ده. العفو يا فندم، ورحله سعيده وتشرفونا فيها. اشكرك يا فندم، شكرا لحضرتك. صباح الخير. صباح النور. عرفني عليك. انا خالد محمد. يا استاذ خالد صباح الخير، قولي عرفت منين هنا عن الاوتوبيس؟ والله بالصدفه، والله انا تقريبا يعني يومين. مشوارك فين؟ انا مشواري فين؟ انا مشواري في اول التسعين، فتقريبا يوميا او كل مثلا في الاسبوع ممكن انزل 3-4 مرات لازم اروح هناك. فبالصدفة بصراحة النهاردة ركبت الباص النهاردة، بس حاجة جميلة جدا بصراحة، يعني مريح. انت اصلا بتركب مواصلات؟ انا بركب مواصلات. ايه رأيك بقى في الخدمة الجديدة؟ بقول لحضرتك مريح جدا. لحضرتك برضو انت بتسجلي، برضو ممكن تاخد بالك مفيش صوت للموتور، مفيش اي حاجة. العدد بتاع الناس زي ما حضرتك شايفه كده، وكمان الجميل في اكتر في ده ان التيكت بتاعه فعلا في المتناول، مش هقول مثلا قليل او عالي قوي، لا في المتناول فعلا، ممكن اي حد ممكن يركبه، فدي كانت من اهم الميزات اللي موجوده فيه. كمان التيكت ب 10 جنيه، ده فرق كبير بينه وبين مثلا لو خدت مواصله تانية وانت رايح نفس المشوار. والله هصرف اكتر لما اخد ده دايركت مثلا من عبد المنعم رياض لحد هناك بال 10 جنيه، فده وفر لي اكتر من 8 جنيه كمان كنت ممكن ادفعهم لو انا راكب المواصلات العاديه. فعلا لو الواحد فكر فيها بتبقى كده. عشان انا مثلا ممكن يكون من عند البيت عندي مثلا انا لازم اركب حاجه دائري مثلا، وبعد كده انزل من الدائري اغير، فهتاخد فرق، في فرق حوالي ده بقول لحضرتك 7-8 جنيه اوفر لي انا طبعا. فطبعا دي ميزه كبيره جدا،
كل الناس بتدور على يعني الافضل والاوفر في نفس الوقت. فالباص ده يعني يعني تقريبا حقق النتيجه دي، يعني الازدواجيه دي حققها في في الامكانيه دي، فده كان جميل يعني. استاذ خالد صباح الخير يا فندم، قول لي مشوار حضرتك فين؟ النادي ان شاء الله، نادي القاهره الجديده. في القاهره الجديده. انا شفت حضرتك ركبت من نص الخط تقريبا. كنت جاي من مدينه نصر محجوب. حضرتك بتعرفت منين عن الخدمه؟ لان ما بلاش خدمه، لان انا متعود اجي بس هنا النادي فبشوفه، يعني شفته قبل كده وركبت فيه يعني. مش اول مره؟ لا اكتر من مره يعني. طب راي حضرتك فيها ايه؟ لا كويس، خدمه مميزه، ونتمنى ان هي تبقى بصفه العموم يعني، يعني يكتروا منه من سيارات وكده، يبقى برضو في اكتر من اتوبيس في كافه الخطوط يعني. احنا فعلا الجديده بس يعني كنا بنشامل مثلا بعد الجهات الثانيه، بحيث ان هو مريح يعني الركاب وكويس يعني خالص يعني ما شاء الله. وحتى الاداريين القائمين عليه سواء كومساري او اتوبيس برضو بيتعاملوا معامله يعني مع احترام يعني غير يعني مميزه شويه عن المواصلات الثانيه. المواصلات الثانيه يعني السعر الفرق مش كبير في سعر زي ما عرفت. لا هي التذكره يعني في متناول الجميع يعني 10 جنيه مش كتيره مع بعد المسافه والوضع والخدمه، صراحه يعني 10 على 10. نتمنى المزيد يعني، نتمنى المزيد. انا بس حابه الكاميرا لو ينفع اللي بيركب اتوبيسات بره مصر هياخد باله من كذا حاجه موجوده، الستوبس اللي موجوده على الواحد لو بيسند، لانه لو في طوارئ زي ما يمكن باشمهندس قال لنا الاتوبيس بينزل علشان لو في ذوي احتياجات خاصه او كبار السن يعرفوا يركبوا، في برضو مخرج طوارئ وفي زي هاندلز بتتشد للطوارئ ايضا. فالحقيقه ان الاتوبيس مجهز بشكل مختلف وزي ما بقول لحضراتكم يعني برضو التذكرة كانت مفاجأة يعني بعشرة جنيه. خلونا نكمل بقية لقاءاتنا من جوه الأتوبيس الكهربائي من خط عبد المنعم رياض للقاهرة الجديدة. صباح الخير. صباح النور. قولي اسمك ايه؟ تامر غني. قولي يا استاذ تامر، انت كنت بتسوق اتوبيسات في النقل العام العاديه، دي كهربا. اتوبيس ده كهربا، ايه الفرق؟ الفرق في الاول وفي الاخر السواقه واحده ما فيهاش تغيير، انما ده في يعني ايه اتوبيس ناعم، اتوبيس ملوش صوت، اتوبيس ملوش عادم. كان ما كان اتوبيس هو موديل حديث فطبعا ومكيف وفي يعني ايه وحدات يعني في خدمات زياده عن الاتوبيسات اللي فاتت. فده اللي يميز الاتوبيس عن غيره ككهربا. عايز اعرف المحطات بالظبط، يعني انا اللي فهمته ان لسه ما بقاش في مواعيد ثابته بشكل كبير، لان احنا لسه في المرحله التجريبيه. احنا في مرحله التجربه. طب ايه المحطات بقى؟ لان انا لقيت الناس عارفه المحطات وواقفه الاتوبيس فل يعني، كان مليان على اخر. لان الكلام دوت اول ما الاتوبيس اشتغل كان الوضع بالنسبه للناس جديد، فده اللي كان مخلي الاتوبيس لحد ما مفيش اقبال عليه. انما دلوقتي احنا بقالنا شهرين شغالين اهوت، والناس الحقيقه كان كله مليان يعني. لا الناس دلوقتي عرفت الاتوبيس تمام وخلاص، عرفت طريقه وعرفت اجرته. الاتوبيس حتى شكله مختلف عن اتوبيس هيئه النقل العام، فده اللي كان عامل لنا في البدايه ان الناس مش عارفه ده مش هيئه اساسا وده شركه خاصه فاجرته كام. انما دلوقتي خلاص الناس عرفت ان اجرته متوازنه طبعا 10 جنيه، بقالي شهرين اهوت فخلاص الناس بقى عندها اقبال. طب المحطات ايه تاني؟ من عبد المنعم رياض للتجمع الخامس. في النص بقى انت عندك بتقف اربع مرات ولا مش شرط؟ لا 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 لا, لا هو كل محطه بقف عادي زي اتوبيس الطبيعي. طيب المواعيد برضو لسه مش ثابته؟ لا المواعيد يعتبر معايا انا شبه ثابته، لان دي اتوبيس واحد دلوقتي تجربه. طب مواعيدك ايه؟ طيب عشان لو في حد بيتفرج يعني الحقيقه الاتوبيس مشواره مهم جدا وتذكرته بالنسبه لمشواره هايل. انا 6:30 الصبح و9:30 و12:30 وبعد كده بقى يعني بتشحن؟ لا عادي، ما هو دي كده بعد الشحن. مواعيد الشحن كده كده دي مناسبه بالنسبه لها برضو. ده من عبد المنعم رياض. ده لان هو اتوبيس واحد، انما بقيه الاتوبيسات موجوده طبيعي لما لسه تنزل بقى. لما سمعت اي شكاوي لغايه دلوقتي من الناس اللي بتركب ولا ما؟ لا بل بالعكس، هو مش شكاوي، ده كله مرحب بالاتوبيس لان امكانياته عاليه. صحيح اتوبيس مكيف، وما يعني طبعا يختلف عن الاتوبيسات اللي فاتت في ان الاتوبيس الطبيعي صوت الموتور ورا بيبقى برضو ده ما فيش خالص. الاتوبيس اصلا بتحس ان هو مش داير وهو ماشي. فده فارق. طريقه تحصيل الفلوس ازاي بقى؟ ما في محصل. في محصل عادي. في محصل. لان احنا لسه كاش هنا في الاتوبيس. لان لسه هنا ما تعممش ان يكون في مكنه الكتروني. فاحنا بنتعامل عن طريق المحصل موجود هو اللي بيكون تحصيل اجره. بشكرك يا استاذ تامر. شكرا لحضرتك. ميرسي ليك. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام دي كانت جولتنا ابتديناها خارج استوديو المواجهة من مصنع 200 حربي، وبعدين خدنا الخط من وسط البلد للقاهرة الجديدة بمحطات الأتوبيس اللي نزل فعلا الشارع المصري بشكل تجريبي. نتمنى تعميم هذه التجربة. خليني أقول لحضراتكم زي ما تابعنا من خلال لقاءاتنا في داخل الأتوبيس خلال الخط أنه الأتوبيس مختلف. نتمنى نشوف المواصلات المصرية كلها بهذا الشكل. سعر التذكرة 10 جنيه بداية من عبد المنعم رياض المحطة اللي في وسط البلد للجامعة الأمريكية، 4 محطات في النص. خليني أقول لحضراتكم أنه من الواضح أنه في اهتمام من الدولة المصرية بخطوط الأتوبيس. في البداية طبعا خدنا تصريحات بأنه في الفترة المقبلة هيتم تعميم أو هيتم نزول الشارع المصري أتوبيسات بأعداد أكبر، توطين الصناعة، تجميع الأتوبيسات هنا في الداخل المصري. الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم في البداية الموضوع ليه شقين، شق هام جدا بالنسبة للمواطن المصري إن احنا نركب مواصلات بهذا المستوى وبهذا الشكل بهذه الجودة وبهذا السعر. الشق تاني له علاقة بالصناعة واهتمام الدولة بالصناعة وان احنا نوطن صناعتنا هنا في الداخل المصري، بعد كده نتوجه للتصدير. يمكن اقليمين في دول سبقتنا في هذا ولكن احنا شغالين على ده بشكل او باخر. مشاهدينا الكرام كانت هذه جولتنا من خارج استوديو المواجهة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. الى اللقاء.